أهلا ومرحبا بكم مع أخبار الرياضة. البداية محليا، حيث تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الكويتي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس على استاد الملك عبد الله بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم والشيخ طلال فهد الأحمد رئيس الاتحاد الكويتي. المزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء في التقرير التالي. منتخب النشامى والأزرق الكويتي في مواجهة ودية ثانية استعدادا لكأس آسيا في أستراليا مطلع العام القادم. النشامى انطلقوا بشكل أفضل مما كانوا عليه في الودية الأولى التي خرج فيها النشامى خاسرا بهدف وحيد بالإضافة لخسارته للأداء الفني. هجمات متكررة منذ البداية لمنتخبنا الوطني لينطلق أحمد هايل بالدقيقة العاشرة ليسجل هدف التقدم لأصحاب الرداء الأبيض كتيبة النشامى. الكويت الذي افتقد للعديد من الأسماء المهمة في هذه المواجهة بسبب ارتباط نجوم القادسية الكويتي بمباراة رسمية، تمكن الضيوف في هذه المواجهة من الحفاظ على الأداء المميز والانسجام، لكنهم لم يسجلوا بشباك الأردن لتبقى نتيجة التقدم بهدف عنوان الحصة الأولى. في الشوط الثاني تبديلات متعددة لكلا المنتخبين للدخول بأجواء اللقاء لقطف الثمار الفنية من هذه المواجهة، تخبط وتناثر للأفكار والأوراق البديلة من جانب الإنجليزي راي ويكلينز للنشامة، هذا ما كان واضحا في المستطيل الأخضر، بالإضافة لعدم استخدام الأسماء الحاضرة التي التزمت مقاعد الاحتياط. الضيف الكويتي اجتهد وتلاعب بالخطوط الأردنية بسهولة ليتمكن الكندري البديل في الوقت الإضافي من تعديل الكفة لمصلحة منتخب بلاده بدون تعب. قدمنا أداء الحمد لله، يعني أداء جيد صح، مش منتخب اللي احنا صراحة الأداء اللي نطمح فيه، بس ولكن قدمنا إشي كويس يعني في هاي المباراة. أدينا مباراة كانت جيدة، يمكن نزل مستوى كان الشوط الثاني، كنا نقول الحمد لله على كل شيء. أعتقد إنه المدرب يعني كان يجرب لاعبين، احنا ما يقارب 30 لاعب، أخذ الإشي جيد من المباريتين هذول. صورة تذكارية يحتفظ بها التاريخ للأشقاء بعد انتصار كويتي وتعادل كان سيد الموقف بين المنتخبين، لكن من هو المستفيد فنيا من هذه اللقاءات لتبقى ذكرى الصورة تحمل ميزة الماضي الجميل في الاستحقاق القادم للمستفيد الأكبر؟ التعادل الإيجابي هو سيد الموقف في المواجهة الثانية الودية التي جمعت النشامى والأزرق الكويتي هنا في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لكأس آسيا، ولكن يبدو بأن هنالك أمور كثيرة يجب أن يقف عليها المنتخب الأردني لإعادة النظر فيها قبل خوض منافسات كأس آسيا، وربما خط الدفاع وحراسة المرمى هي الأمر الشاغل الذي سيبقى علامات استفهامه واضحة قبل المشاركة الرسمية. يوسف البستنجي، رؤيا. من جهة ثانية، اتجه المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الإنجليزي راي ويلكنز إلى البحرين اليوم، وذلك لمتابعة لقاء البحرين مع المنتخب العراقي في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الخليج والمشاركة أيضا في كأس آسيا. وجاءت هذه الزيارة بهدف رصد ودراسة المنتخب العراقي الذي يقع في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب كل من فلسطين واليابان في نهاية كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في أستراليا. ويسعى ويلكنز لتحديد الجوانب الفنية والتكتيكية للمنتخب الوطني قبل هذه المواجهة مع هذه المنتخبات بهدف تحقيق النتائج المرجوة في النهائيات الآسيوية. واجهت بعثة منتخب الناشئات لكرة القدم المشاركة بتصفيات المجموعة الثانية المؤهلة للنهائيات الآسيوية العديد من الصعوبات من قبل المعنيين في الاتحاد البنغالي لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي، ولم يتمكن المنتخب من إجراء التدريبات بداعي وصوله قبل الموعد المحدد وعدم توفر حجوزات للملاعب التدريبية. وبالرغم من المحاولات المتكررة للجهاز الفني بالمطالبة بحل هذه المشاكل، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفع المنتخب لإجراء تدريباته في ممرات الفندق. وسيخضع المنتخب اليوم للتدريب الأخير قبل مواجهة المنتخب البنغالي غدا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثانية.
حقق المنتخب الوطني للناشئات لكرة السلة الفوز على منتخب قرغستان بنتيجة 62 نقطة مقابل 52 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسيني للشباب في إطار منافسات الدور التمهيدي للمستوى الثاني من بطولة آسيا. ويعتبر هذا الفوز هو الأول لمنتخب الناشئات في البطولة بعد أن خسر 3 مباريات أمام كازاخستان وماليزيا وهونغ كونغ. وشهدت مباريات الأمس فوز ماليزيا على كازاخستان وهونغ كونغ على سريلانكا واليابان على الصين تايبي والصين على كوريا الجنوبية. والجدير بالذكر أن المنتخب فقد الفرصة للوصول إلى المستوى الأول بعد النتائج التي حققها. تتواصل تحضيرات المنتخب الجزائري للقائه مع منتخب ملاوي بيوم غد ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا العام المقبل. وكان المنتخب الجزائري قد خضع اليوم لتدريبات خفيفة في جنوب العاصمة الجزائرية للتخلص من الإرهاق والتعب الذي أصيب به نجوم المنتخب الجزائري نتيجة الاستحقاقات الماضية التي خاضها المنتخب بهدفين دون رد بعد فوزه على ملاوي في مباراة الذهاب. الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر يقبع في صدارة المجموعة الثانية التي تضم مالي وأثيوبيا أيضا. سمحت محكمة لتحكيم الرياضة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس بالعودة لقيادة البرتغال أمام الدنمارك مساء هذه الليلة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا القادمة في فرنسا. وكان الاتحاد الدولي قد عاقب سانتوس بالإيقاف ل8 مباريات بالإضافة لفرض غرامة مالية عليه بعد طرده حينما كان مدربا للمنتخب اليوناني خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في لقاء اليونان وكوستاريكا. وتسعى البرتغال إلى تحقيق الفوز تحت قيادة سانتوس وتعويض الهزيمة المفاجئة التي تعرضت لها في الجولة الماضية أمام ألبانيا على أرضها وبين جماهيرها. أخبار الرياضة إلى هنا انتهت، عودة إلى غدا وأشرف المزيد من الأخبار، تفضلوا. شكرا جزيلا لك طارق ونعود إليك أشرف.